فائدة ابن القيم اليوم علاج معرفي سلوكي، علاج علمي عملي، علاج إيماني تعبدي، خلينا نسميه علاج فاعل. إذا جاءتك الخطرة دافعها، دافع الخطرة، فإن لم تفعل صارت فكرة فدافعها، فإن لم تفعل صارت شهوة فحاربها، فإن لم تفعل صارت عزيمة وهمة، صار شغلك الشاغل إنك تقوم بها، فإن لم تدافعها صارت فعلا، فإن لم تتداركه بضده صار عادة، فيصعب عليك الانتقال عنها. إذا حتى أعالج الأمر من بدايته، دافع الخطر. طب كيف أدافع الخطر من البداية؟ أشغل نفسك بأعمال نافعة، أشغل نفسك بما لا يجعل فراغ موجود حتى يأتي الوسواس والشيطان والخواطر. إذا أتاك سيجدك مشغولا، ما يجد عندك شيء تستطيع أن تستقبله به.